دي انا استاذن حضرتك بحكم الصداقه، وانا بعتبر اذا اذنت لي نفسي صديق لك، ان انا يعني استوليت عليها لعرضها من ضمن البوم ذكرياتك ونعمل عليها فلاش، لان انا عارف قد ايه حضرتك حريص على ان حياتك الشخصيه تبقى ملكك ومش للنشر، فما اظنش حياتك زعلان مني. لا إطلاقا، بالعكس. نتكلم بقى عن ذكرياتها من فضلك. هذه الصوره، اولا نقول مين اللي في الصوره، لان يمكن الناس ما قدرتش تعرف انا بتكلم على ايه. مراتي وكانت في فين يا استاذ يحيى؟ يا ريت نقول. كانت في ديزني لاند، ف وخد يعني زعلان مني حياتك؟ لا إطلاقا إطلاقا إطلاقا. دي صورة خدتها في مركز الفضاء في أمريكا؟ في أمريكا. لطيفة. طب لو فرضنا إن حياتك طالع القمر فعلا، تاخد حياتك كتاب واحد إلى القمر، تاخد كتاب إيه؟ ما فيش، أنا يعني عندي كتاب أعز من القرآن الكريم. ورجل واحد من كل رجال العالم. ما اقدرش اختار لاني لي احباب كتير جدا وأغنية واحدة. برضو. يعني ام كلثوم يعني لها فضل كبير علي. وأكلة واحدة. انا والله ما بفضلش، يعني ما مش اقول قوي، يعني ما بفرقش بين الاكل وبعضه، ما بفضلش حاجه عن حاجه، كلها نعم. الصورة الثانية. دي صورتي انا ومراتي وبنتي. طب يا ريت بقى هنا حياتك تسترسل وتكلمنا اكتر عن ولي العهد، ربنا يخليها. والله يعني هو دي انا اعتقد انه ربنا سبحانه وتعالى ما حبش يحرمني من حاجة أبدا، حقيقة اداني كل حاجة، وهي أغلى حاجة حب الناس ليا. ده كسب كبير جدا بعتز بيه، ويمكن هو ده اللي مخليني مستمر في العطاء بقدر ما أستطيع. ربنا يديك الصحة ويوفقك دايما. الله يخليك. ما قلتليش بقى بنت حياتك اسمها ايه؟ داليا. وعندها قد ايه دلوقتي؟ ماشية في السادس. بأمانة شديدة جدا، لو طلعت بتحب الفن تسيبها تحترفه ولا تمنحها؟ والله ما اقدرش ارد عليك في الناحيه دي، لان ما اخشى انه حد يزعل مني. انا شويه قلت لك زي ما قلت ان انا رجل محافظ شويه ومتدين لحد ما يعني، فما ما ارضلهاش انا شخصيا، انما اذا كان القدر هيخليها ده وضع تاني. الصورة دي بتجمعني بحضرتك، فكانت متاخدة لنا في أمريكا وقلت أضيفها إلى الألبوم. وحياتك تكلمنا عن زيارتنا لاستوديوهات يونيفرسال اللي كانت في هوليود، وقد إيه حضرتك شايفها مقارنة باستوديوهاتنا في مصر، إمكانياتهم وإمكانياتنا وظروفهم وظروفهم. في الواقع أنا سعدت جدا إن أنا أشوف ما وصلت إليه السينما الأمريكية من تكنولوجيا حديثة، لكن في نفس الوقت حسيت بأن إحنا برضو بالإمكانيات البسيطة جدا قدرنا نعمل. ويعني لما أقول لك في بعض التريكاج اللي أنا شفته هناك، الخدع السينمائية، كنا إحنا بنطبقها من سنين هنا، اللي هي مثلا صورتين على بعض اللي بنسميهم إحنا باك بروجكشن، الممثل يبقى قدام في الستارة والستارة بتعرض فيلم معين، والصورتين يركبهم على بعض. و يعني بعض خدع سينمائية كتير شفتها كانت بتتعمل هنا في مصر برضه في نفس الوقت. إنما هو الإمكانيات اللي عندهم الحقيقة رهيبة جدا. الفنان الكبير يحيى شاهين، بعد استعراض هذه الصور نقدر نقول في لسه صورة معينة ناقصة في ألبومك؟ في الواقع أنا كل ما أتمناه إني أشوف أي مصري
من فنانين بيتسلم الأوسكار من أمريكا، ونغزو السينما المصرية تغزو العالم الخارجي.